ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أحبابي وأصدقائي المتابعين تاني لتوني، وحشتوني جدا. بص شباب، أنا عامل الفيديو ده عشان خاطر حاجتين بالظبط. أول حاجة إن أنا قررت أفتح مجموعة على برنامج اسمه الزوم. برنامج إيه؟ الزوم. وهحكي لكم التفاصيل كلها دلوقتي. بس قبل ما احكي تفاصيل برنامج الزوم، هرد بس على سؤال بيجي لي على طول على اليوتيوب. يا مستر، معنى ان حضرتك هتفتح مجموعه على الزوم ان كده حضرتك مش هتنزل فيديوهات تاني على اليوتيوب؟ الكلام ده غلط. انا يا شباب مستمر في تحميل المنهج كامل على اليوتيوب ان شاء الله. يا شباب انا مستمر في تحميل المنهج كامل على اليوتيوب، ومحدش بقى يسالني السؤال ده، هتسألني تاني في الحتة دي يا جماعة. أنا هستمر في تنزيل المنهج. المهم نرجع بقى لبرنامج الزوم. في ناس قالت لي يا مستر إحنا محتاجين متابعة خاصة، في ناس قالت لي يا مستر إحنا محتاجين متابعة خاصة على برنامج الزوم. فأنا قررت بقى أتابع الناس دي. بصوا بقى يا شباب الشغل هيبقى إزاي على برنامج الزوم، التفاصيل كلها. أول حاجة عدد الأفراد داخل المجموعة 10 أفراد بس، 10 افراد داخل المجموعه دي اول حاجه. تاني حاجه، حضرتك هتكتب اسمك واسم ولي امرك ورقم تليفونه. يبقى حضرتك هتكتب لي رقم تليفون بابا او ماما عشان اتواصل معاهم، عشان اتواصل معاهم. طب يا مستر معلش ايه اللي هيتم بقى؟ يبقى هنا شباب المتابعه تبقى قاسيه على فكره، المتابعه تبقى مع ولي الامر مش مع حضرتك كمان. هنا بقى طب نظام الشغل ازاي؟ نظام الشغل على برنامج زوم يا جماعه شرح المنهج من الاول. يبقى هشرح المنهج من البدايه. شرح المنهج من البدايه، فلسفه وعلم نفس. شرح المنهج من البدايه. بعد شرح المنهج بنحل اسئله وتدريبات على البرنامج، قصدي على برنامج زوم طبعا، على الموضوع اللي احنا اخذناه. يبقى هنحل كل الاسئله، وطبعا يا حبايب قلبي هديكم اسئله كتير جدا على المنهج كامل، وهديكم ملازم الشرح اللي هي 2021. خلاص شباب، يبقى هنا ركز معايا. عدد افراد المجموعه على برنامج الزوم 10. هتكتب اسمك واسم ولي الامر، وهتكتب رقم تليفون بابا او ماما. تمام، هنبدا في المنهج من البدايه خالص. نبدا المنهج من البدايه خالص. ماشي شباب، المتابعه اساسيه مع ولي الامر، اكنك في درس خاص، اكنك في درس ايه؟ خاص. طيب الايام يا مستر هتكون يوم السبت والثلاث الساعه 8. يوم السبت الساعه 8 ويوم الثلاث الساعه 8. السبت مثلا نخليه فلسفه، والثلاث هنخليه علم نفس. هنخليه علم نفس، وهعمل جروب على جروب طبعا مقفول على الواتساب. كل مجموعه فيها 10 كده وهتخش على الواتساب، يبقى الجروب ده هيتقفل علينا عشان اعرف اتابع حضرتك، عشان اعرف اتابع حضرتك. طب يا مستر معلش السعر. السعر هيكون المادتين ب 150 جنيه. المادتين في الشهر ب 150 جنيه، حضرتك بقى ركز معايا، هتحول الفلوس على حاجة اسمها فودافون كاش. فودافون ايه؟ كاش، دي أول حاجة. تاني حاجة، حضرتك هتدفع الفلوس مقدم. هتحول الفلوس ايه؟ مقدماً يعني. ليه بقى يا باشا؟ عشان حضرتك هنحط مواعيد، هنبدأ مثلا الساعة 8. هبعت لك اللينك، دخلت كان بيه، ما دخلتش خلاص الموضوع انتهى. ما تجيش تقول لي اصل يا مستر كان ورايا درس، كنت نايم، كنت بستحمى، كنت بعمل بيبي في الحمام، الكلام دوت ما يشتغلش معايا. قشطه يا معلم، يبقى هنا هنعمل باذن الله مجموعه على الزوم. انا رخصتها على فكره، كنت عامل الماده الواحده ب 150 جنيه، بعد كده قلت ما فيش مشكله هخلي المادتين ب 150 جنيه، يعني حاجه رمزيه. حاجه رمزيه في ظل بقى المتابعه اللي انا هشتغلها معاك، وحل التدريبات وحل الاسئله على برنامج زوم. قشطه يا معلم، خلاص. يبقى يا شباب اللي حابب ينضم لخدمه توني اونلاين يبدا يبعت لي رساله على الواتس، عشان هبدا باذن الله من الثلاث القادم، من الثلاثاء القادم هنبدا باذن الله شغلنا على برنامج الزوم. من الثلاثاء القادم هنبدا من اول المنهج، هنبدأ من أول المنهج، وربنا يا رب يوفق الكل. السلام عليكم.